ومسفار اما في مشلح ارمني. مشومي كيف حالك؟ أدام. انا جهزت شنطتي خلاص جاهز. انت لسه شوي دقيقه السفر بعد يومين. يا اهبل اصبر. يقول لي انه عنده مشلح هذا ارماني ماركه. خلينا نشوف كذاب ولا من جد. ايوه يا ولد احنا قاعدين نتزوج هنا. اقول لك اسمع بعدين انا اكلمك ها. والله لو طلعت كذاب ترى حفضحك عند كل الشباب. والله لا اقول لهم ان انت تفك ركب علينا. يلا مع السلامة. ودي انت اهبل يا ولد. هذا يقول انه عنده هذا مشالح جوتشي وكله ماركات. وانا عارف انه بنعيش الطقوس بس كده انا بتكلم. قلت لي إيه على فكرة ترى رحت لهذا اللي اسمه هذا اللي هناك في المكتب اسمه اسماعيل. اخذت منه التذاكر. يا فرحتك. وانا اخذت العقود كلها وباقي توقيع الطرف الثاني. مين؟ الطرف الثاني؟ ومين الطرف الثاني ان شاء الله؟ يا فرحتك. الطرف الثاني ده راعي التاكسي اللي حيودينا المطار يا اهبل. طيب يا هشومي انت عارف ايش اسم زوجتي؟ زوجتك اسمها ولاء. الله مره يجنن مره يهبل. طيب وانت؟ والله لا ابقى على الجوال ده ها افكه في راسك. ايش دخلك انت؟ ايش دخلك زوجتي انا؟ انت شكلك من الشباب دول يتعرف على واحده ويجي يقول لي اصحابه يقول لي شوفوا واعرفها وفضيحه انت وجع عمى. ايش ده؟ ايش الهبل اللي انت عايشه ده؟ احسن من اللي يتعرف على واحده وتسرق الايفون حقه. والله ما تسرق الايفون حقي. انا حطيته كده هي شالته. ما سرع يعني حطيته كده هم الناس شالوه. بس انا كلمت صاحبي محمد ده قال لي انا هرجع لك الايفون. يا اهبل والله مرة ضحكتني ذاك اليوم. اقول لك والله قاعد اصالي اضحك عليك وانت قاعد دحين ما بقول لك. طيب دحين ما بقول لك الاسم. ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ طيب هشومي ولا بحق العشرة والوفا؟ يودي انت ايش عقلك باسم حرمتي يا ولد؟ اسمها عشرة لا وفا. مرة يضحك يعني يا زوج وفا احسن لك. شوف خلينا نتضارب من قبل ما نمشي. على فكرة ترى أبوك زارنا وسبته قاعد مع أبوي في الصالون. طيب وش قلت لهم؟ لا يكون قلت لهم بنسافر تفتحنا. لا ما قلت لهم والله ما قلت لهم. بس أنت بتقول لهم برا رايحين برا السعودية. حبيبي إحنا متفقين. فين رايحين؟ رايحين الكباين الشاليهات ريتسي مول صاري لاند مارك. قول لهم أي حاجة. رايحين قرية الغوص. رايحين السعادة النخيل السعادة موريلونا إذا مرة قرية النخيل عادي. الله يرجيك يا بشار. صراحة عليك هروج غريبة. هم الرجال اليومين دول عندهم موضوع إلا موضوع الزواج ده. بس يا أبو هشام مو معقول. كيف مو معقول يا حبيبي؟ اصلا بيني وبينك انا اعرف واحد عنده شو اسمه ده مكتب زواج وممكن نروح له. والله حاله طول عمرنا نعرف الزواج نوع واحد بس.
هذا زمان يا حبيبي، ايام الجفاف ايامي وايامك يا حبيبي، دحين الوضع تغير وزمن الانترنت يا حبيبي. طيب ايش الانواع يا ابو هشام؟ نورنا. الانواع كثيره يا حبيبي. عندك مثلا على سبيل المثال زواج المطيار. زواج المطيار ده للطيارين عندك. زواج المسفار مثلا لو قلنا. زواج المسفار ده للمسافرين عندك. عندك بعدها ناخذ زواج المسواق. زواج المسواق ده للسواقين يا حبيبي. وبعدها عندك زواج ايش؟ زواج المسيار. زواج المسيار ده للمعسرين. وبعدها احلى شيء عندك زواج المصياف. وزواج المصياف ده للمصيفين يا حبيبي. طيب ما في زواج المشياب للمشيبين اللي زينا؟ وجواز النحجات بقى ده زي ما قلت لكم له حرام ولا عيب لا مؤاخذه. اصله اهم شيء انه الله يبعدنا عن الحرام، لانه انا اصلا بحب الحلال. الحلال حط 30 خط تحت كلمه الحلال دي. وما دام هو زواج وحلال مو عيب ولا حرام. صح كلامك، مو عيب ولا حرام طبعا. ده احنا بنقدم كده خدمة جليلة. لما تكون واحدة ست رايحة تحج محتاجة محرم، فبالتالي احنا كده بنقدم خدمة جليلة لحجاج بيت الله. طبعا اجر وخير كبير. اجر وخير كبير. اسكت، لاعطيك بوكس فمك دعينا طير سنونك. ها في احد يتزوج في العج؟ هذا العج ما في نفس يا واد. انت تبغى تتزوج في العج يا ابويا؟ اقول لك نعم. عندك شيء تاني؟ شوفنا الازواج في شهر تاني، في عيد، في عيد رمضان مثلا، او خش لك على محرم سفر ولا حاجه كده، ولا اقول لك خش على انجليزي ابريل ولا فبراير. اقول لك عندي حاجه احلى، خش على شباط. شباط؟ ايوه شباط، تشبط فيها وهي تشبط فيك برضه. ماشي سيبنا نفكر ثانيه واحده. حلوه شباط. الو اهلا اهلا بالحبايب. ايه وحشتونا. الله يسلمك، نحن قدامك بتقول ان وحشتونا. يا عم مش انت يا عم، انا بتكلم في التليفون كمان، ما بتشوفش وما بتسمعش. طب التليفون ما رن. الله يا هزاز يا سيدي. لا مش انتوا، انتوا فين؟ جنب المكتب. طب ما تعدوا علينا يا اخي. الله، وماله قبل ما تسافروا؟ مش لسه ساعتين؟ عدي كده نسلم عليكم وبعدين تبقى تمشوا. ماشي يلا، مستنيكم مستنيكم. مع السلامة. مع السلامة اخويا، مع السلامة. اتفضل اتفضل. عارفين يا جماعة، الواحد لما بيساعد الناس على الجواز وبيخليهم يتجوزوا كده بيحس بإحساس غريب قوي، إحساس كله سعادة لا مؤاخذة. ما شاء الله، اللي كلمته ده عريس؟ لا عريسين، بيتجوزوا فترة الصيف، متجوزين جواز اسمه جواز المصياف لا مؤاخذة. مصياف؟ أعوذ بالله. لا يا ابويا هذه صياعه، وانا ما احب الا الحلال، الحلال فاهم؟ لا 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 لا، ده نوع من انواع الجواز برضه، نوع تافه وقله حياء. اقول لك خلينا على زواج المحجاج هذا، وهذا هو الخير وتقديم الخدمات والحلال طبعا. ما احسن من الزواجات المسخره دي. مسخره؟ اهلا 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 بالعرسان. ألف ألف مبروك. أهلا تفضلوا. أهلا كيف حالك أستاذ سمعة؟ الحمد لله. أحب أعرفكم بعرسان المسياف. عرسان؟ هنا في عرسان؟ ألف ألف مبروك والله. هيا خدوا دي هدية. أنت متزغرط ولا بتصور؟ أحب أعرفكم بقى بعرسان المحجاج. بس أنا مهزلة بدري على الحج. إيه بدري، لكن مصياف الصياعة مو بدري. ها كأنه صوت ولدي هشام ده. ايوه هشام، ومعاه ولدي خالد كمان. هيا اسكت، لا اديك بوكس في سنونك دحين. يا جدعان في ايه؟ مسياف محجاج اهو، كله جواز والناس تفرح وتنبسط. يلا عودي اتفضلي. لا ماني مصدق. لا حرام عليك يا بابا، ليه سويت فينا كده؟ ليه؟ اسكت اسكت يا لا اقول للناس كلها انه اسم امك سحر يا ولد سحر. والله لا اضحك عن فريال. طيب ايه يا جماعه بتستريحوا؟ ده بنتكلم مع بعضينا. لا احنا تاخرنا على الرحله، لو بنلحق على الرحله وانا ما عندي اطلع فوش الخاين ده. يا خاين يا لعاب يا مراهق. هيا اقلب وجهك، لا اديك بوكس في سحر حقتك دي. شوف يا استاذ سمع، ابغاك توصل في حاجه واحده لهذولا، تقول لهم ان هذا الزواج عائق في التنفيذ. انا هنا وقف ابوك عند حد، هو اللي صلح بهايا. اطلع
جواز المحجاج ده بيبتدي مع الحج وينتهي مع عيد الحج، بس هو في حاجة يعني صغيرة كده ناقصاه، ان هو يعني في الحج. لا 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 كده ما ينفع. لا 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 كده حرام وما ينفع، لازم أعمدة الزواج كلها تكون كاملة. طيب أنا عندي نوع جواز تاني جديد ليكو ومش حرام، إيه رأيكو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم، نورتونا. الله يخليك، نحن حاجزين عندكم هنا في الفندق. باسم مين يا فندم؟ باسم خالد عبد الرحمن وهشام يوسف. اسمع، كل عيال ابو رضال وابو هشام. يا بتفضلوا استريحوا في اللوبي لغايه لما اعمل لكم الاجراءات، من فضلكم جوازاتكم. ادي له الجوازات. اشبع، نسيتها في التاكسي. يا اخي اديتك هي، انا اديتك هي وقلت لي خلاص انا بحاول. انا نسيتها. يا اخي خلاص خلاص خلاص، امزح معاك يا زفت، فجعتني. لا تقول لبابا ماما اننا حاجزين عندكم. طيب حاضر. مره مبسوط. اذا انت مبسوط انا مره فرحان. تصدق اخيرا دينا نتزوج هنا. يا الله مره حلو، مره شيء هبل. اسمع انتبه، الفندق ده مو كل فندق نروح تكسر السرير حقه بجسمك اهبل ده. اسمع شويش. شوف 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 يا هشام، خليك عاقل، انا ابغى اسكن جنبك. كلمهم يخلوا غرفتي جنب غرفتك. مره ما حارضى، واول شيء حقول له انت في اخر السيب ولا اول السيب. يا اخي حرام عليك، دائما انت قاسي كذا، ما عندك وفاء. مو زوجتك اسمها وفاء كمان؟ ربي لو جبت اسم حرمتي على لسانك ها اجيب دبوس اخرمك خليك تطير في الجو كده وتيح محلك. اصلا هي تضربك. هي ابوه منك، مالك شغل. انا راضي، عادي مالك شغل. اهبل والله. قال ايه؟ قال يزوجونا زواج محجاج. ما تضحكونا معاكم يا جماعه، دي اخر نكته. صح 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 يا سيد علي بقسماطه. يا علي سماطه، ممكن انت عندكم زواج محجاج؟ زواج محجاج؟ انا اول مره اسمع عن النوع ده. احنا عندنا زواج معمار، يعني تتجوز واحده عندها عماره. عماره؟ والله مره حلو. يعني لما تتزوج واحده يعطوك عماره هديه؟ لا يا اهبل، يعني انت تديهم عماره، مو يدوك عماره. هذه نكته حق المحجاج عندنا في السعوديه. يا خراشي، والله دي نكته حلوه قوي، انا هحطها عندي على الفيسبوك بوك وابعتها ل 50 فريند وفريندها من فرينداتي. انتوا منين؟ من السعوديه، اجدع ناس. تن ترارارن تن تن. انتوا شرفتونا، اهلا بكم في مصر. اهلا بيكم. يا ترى بقى انتوا جايين شغل ولا جايين سياحه ولا جايين تلعبوا استغمايه؟ والله شوف، نحن صراحة جينا هنا، أنا أخوي هشام حبيب قلبي، مرة أحبه لأنه أخوي. جينا، ما أبوي وأمي ما يعرفوا إننا جينا هنا. جينا نتزوج زواج من الصياف. مو أنتوا عندكم زواج من الصياف زينا عشان الصيف؟ وأنت اللي زيك هيتجوز إزاي؟ ده أنت شكلك واقع ومحتاج نسخة ويندوز 7. عموما إحنا عندنا زواج من صياف وزواج من شيات عشان الشتاء، وزواج من صياع وزواج من سياح، وزواج معراف اللي هو الجواز العرفي، وجواز مشراع اللي هو الجواز الشرعي. احنا عندنا كل انواع الجوازات اللي شفتوها واللي ما شفتوهاش. انا هجوزكوا احسن جوازتين مسياح. انا عن نفسي اتجوزت 7 جوازات معراف و3 مسياح و4 مشكاح. ده نوع جديد لسه ما نزلش السوق. على فكره عشان الجواز والترتيب انتوا محتاجين فك وتركيب. اهلا بكم في ارض الكنانه. خلي غرفتك تقول لي طيب انت قلت للجار ما بزعج معايا. اهم شيء يكون الزواج حلال وخدمه. اسمع انت وياه، ترى العروسه حتختار من هذول الناس كل
كلهم عريس واحد. عندك والله ما تاخذها يا دبة. احسن لك يا هرجومي جيت بعمل واحد اثنين ثلاثة، والله لو ما جيت لأقوم اضربك. هذا المغنى سيبوا ليا وانت المعنى سبتوا لا.